طفلة مات أبوها ورباها عمها، ومن وهي صغيرة بتقول للعم يابا. كبرت الطفلة والنهاردة بقت عروسة، والليلة ليلة حنتها على ابن عمها اللي بيقول لعمها يابا. كل البلد فرحانين بيهم، القرايب والجيران من صباحية ربنا، وهم شايلين على كتافهم اقفاص وكياس وشولة بيجاملوا بيهم أهل العريس والعروسة. ودي عوايد وتقاليد كفر الباشا بمركز ديار بنجم شرقية، عوايد مليانة محبة وفرحة من القلب. زفوا البشاير يلا يا البيت تعالوا، جمع ويوفى الله وسعداء اللي قال القصة دي قصة جديدة فيها دروس حلوة مفيدة، بتحكي عن أسرة سعيدة كانوا عايشين في هنا وسرور. قالت يا بابا انا بحب واحد جارنا اسمه كمال. اشتغل ايه يا بنتي؟ قالت على قد حاله، عنده عماره في الدقي. لا 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 لا. فطبعا الاب لازم يشور على البنت، الشارع بيقول كده، عريس ليها تشور على البنت. فراح يشور على اخوها الكبير عمار، وقف عمار وفرض ايشه وبيقول وقف عمار يعارض ويقول النسب ده ما ينفعنا. وقف عمار يقول النسب ده ما ينفعناش، دوت معه دبلوم صنايع ولا توظفش وشغلته نقاش، وابوه على قد حاله وصنعته خياش، واحنا ناس اغنية يا بابا مناسب زينا واكتر بهية. قالت له قصر ناخد حبيبي لبلاش.